اتحادية وطنية للمجتمع المدني مثل ولاية حمزة. اليوم الاتحادية اليوم تخرج الخرجات تهز الانشغالات على المواطن في مناطق الظلم، مناطق المعزلة. درنا قدام خرجات نصبنا المكاتب البلدية، رانا في 13 بلدية وخمس دوائر، والحمد لله رب العالمين. هذا كل من فضل ربي سبحانه ومن المواطنين فهموا واش معنى الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني. خرجنا لمناطق الظلم، ما بينهم بلدية بابار، دايرة بابار، منطقة الظهيرة، ومشينا معاهم مشينا للانشغالات تاع المواطنين. زدنا رحنا بين الاتحادية، خرجنا المواطنين لقيناهم غارقين الطريق، في غارقين بلدية طامزة، مدة 5 أيام هي مغلقة. وعيطنا للرئيس البلدية وقال لك أرواح مرحبا بكم، إذا جبتوا تحلوا البلدية مرحبا بكم. والشعب طلب النقل المدرسي وفرنهم النقل المدرسي، واتصلنا برئيس الدائرة وقال لك الإجراءات تاعكم كلها أي مريقلة. والحمد لله من بين الاتحادية درنا نشاطات في كوفيد 19، مشينا مع التجارة، مع الحماية، مع الشرطة، درنا يوم تحسيسي، عقمنا المدارس، المساجد، الأحياء، مدينا الكمامات، مدينا الجهاد، درنا على خير الكل، الحمد لله رب العالمين. رحنا لليابوس، كان انشغالات تاع المواطنين في مناطق الظل في يابوس. درنا فرع للمرأة الريفية، والمرأة الجزائرية على كل حال. درنا باش يخرجوا المرأة تخرج المناطق الريفية باش تشوف المرأة الريفية واش خاصها واش ما خاصهاش، بالك باغية تقرا، باغية تدي ديبلوم، باغيين يشوفوا الانشغالات تاعهم، نديروا لهم تكوين، يبغاو يقراوا نحو الأمية. خرجنا أكثر من 20 خرجات لمناطق الظل، منها بابار، يابوس، بوحمامة، الشام، خيران، زدنا يابوس، طنزة. خرجنا مع أكثر من 20 خرجة، ومشينا الانشغالات تاعنا الكل للسلطات المحلية، ودرنا التقرير الأدبي تاعنا إلى الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني المكتب الوطني برئاسة السيد شيحة طاهر.